افتح عزايا لسان، عنوان أغنية تحت القصف طلعت من قلب غزة بصوت الفنان حمادة نصر الله من فرقة سول الفلسطينية، بيمتزج فيها صوت الموسيقى بأصوات القصف والمدافع لتشكل رسالة قوية. حمادة، يعني شو بدي أقول لك، هالغنية بتوجع الروح، وهي هيك فيها تمزق للروح وصرخة طالعة من فنان موجوع. حمادة مساء الخير، أهلا وسهلا فيك بفوق 18. يا أهلا يا أهلا، مساء الخير عليكم على كل المشاهدين. أول شيء طمنا عن الأهل، طمنا عنكم، كيف ظروفكم هلأ؟ والله يعني لحتى الآن بخير، لحتى الآن مناح، عايشين لسه، يعني هذا أكثر شيء ممكن أجاوب عليه. نعم حمادة، أنت كنت بتركيا وكنتوا عم تشتغلوا أنت وفرقتك، وقررت لظروف إنتاجية ترجع على غزة، يمكن الإنتاج يكون أفضل، صار العدوان وأنتوا موجودين هلأ بغزة. سمعنا الأغنية على وقع أيضا الأصوات القصف، كيف ثاقبت أو هو كل الوقت هيك وأنتوا قادرين تشتغلوا؟ هلا بالوقت اللي سجلنا به الأغنية كانت بليلة 31 أكتوبر، كنت أنا موجود بغزة، ما كنت لسه رايح على الجنوب مناطق النزوح، لسه أنا كنت موجود بغزة بوسط الاشتباكات والقصف، فكان على مدار الساعة 24 ساعة ليل بنهار القصف كان بالوتيرة هاي والاستمرارية هاي، ف إنه كنت بتحس أنت إنه الإشي بيقرب، يعني الموت مش طوال، فانت بتحس حالك بدك تحط إشي، بدك تعمل شغله، بدك تحكي كلمه، بدك تعبر، فما كان في تعبير يعني اوجز من افتح هذا اللسان. نعم، شو الرساله اللي بدك تقولها لهالاغنيه؟ يعني بخلال اتصال معك قبل الحلقه قلت انا ما بدي فرجي شيء للعالم، شو بيقول الفنان اليوم مثلك تحت القصف وسط هالمجازر من خلال اغنيه؟ لما بتكون طول عمرك عايش وبتسمع مفاهيم وبتسمع كلام وبتسمع شو بصير بالعالم وشو كيف كل واحد بيعبر، بتصل لمرحلة انه كل شيء كان بصير وكل شيء كفنان بتحسه بتعبر عنه بتحكي فيه برسالة بشو انت بتوصل من خلال الكلام اللي بدك تحكيه او اللحن اللي بدك تحكيه. نعم، وصلنا لمرحلة انه فيش اشي تحكيه، ما ضل اشي تحكيه، انا ما فيش، مش بالنسبة لإلي أغنية افتح هذه اللسان مش أغنية بالضبط، هي كانت شو؟ هي تعبير أكثر من أنه عزا. هي نوع من عزا، أنت في عزا عايش فيه، عزاك عايش فيه، هيك كان بالضبط الشعور. نعم، يعني ما في أبلغ من هيدا التعبير، عايش بالعزا، يعني عادة العزاء هو موت، ولكن أنت عايش، يعني كأنك عايش ضمن الموت، إن شاء الله يا رب ما بتلبق لكم إلا الحياة. يعني هي نوع من الرثاء هيدي الأغنية. هل تم حذفها عن وسائل التواصل الاجتماعي؟ واجهت تبليغات معينة حمادة؟ بأول مرة، صحيح بأول مرة كانت نزلت التراك بعد ساعة راح، بعد نعم. اضطريت أرجع أنزله كمان مرة. ورجعت، شو كانت المناسبة، شو الكلام، مش عارف يعني. نعم، ارتحت لما نزلت هالأغنية؟ يعني بتشعر بعزاء، بتعزي نفسك أنت كفنان؟ كنت كتير حريص على أنه الأغنية تنزل في أسرع وقت، هاي خصوصاً هاي، يعني أنا كنت بفكر يعني الفنان أو أي حد عنده تعبير ممكن الناس تشوفها بكون بفكر بشو بدي يعمل، أنا ما كنت بفكر، هاي لأول مرة أن أنا بعمل شيء وأنا مش مفكر فيه، أنا بس بدي عندي كلمتين بدي أحكيهم، انا زهقت وانا بحاول اوصل للعالم من خلال الستوريز اللي كنت بعملهم انه
كيف زهقت وانا بقنعك ان انا قاعد بموت، فخلص انا بدي احكي هالكلمتين وتنزل وبس. نعم. يعني شو ما حكينا وشو ما تعاطفنا وشو ما عبرنا، اللي انتو حاسينه يعني كل انسان موجود اليوم بغزة على قيد الحياة اللي عم بعيشه هو لا يمكن انه اي انسان يشعر فيه، ولا اصلا لا اغنية ولا فيلم سينمائي ولا اي عمل فني ولا اي خطابة ممكن تعبر عن اللي عم تعيشوه. حمادة يعني ان شاء الله تكون ما فقدت حدا من اللي بتحبهم من القراب لإلك. بالعدوان هذا بعتقد ما في ولا اي عائلة فلسطينية ما فقدت، كل عائلة في غزة في عندها مفقودين. نعم. وجرحى. انا في ناس عرفتهم من عيلتي انهم استشهدوا، في ناس لحتى الان ما بعرفش عنهم شيء، ما عندي اي معلومات ولا اي تواصل ولا انت قادر تفهم اي شيء. نعم. بس انقطع اتصال وخلص. نعم. انا هلا عم بحكيك حمادة، بعد العدوان مستمر، بعد المجازر مستمرة، بعد آلة القتل مستمرة، شو ناطرين؟ فرج الله، مش عارفين، محدش فاهم حاجة. شو رسالتك؟ انت دارس قانون دولي، يعني انت اليوم موجود على شاشة عربية، شو بدك تقول لآخر جملة قبل ما ودعك وقل لك الله يحميك؟ ما ضلش حكي، خلاص كل شيء صار معروف وكل شيء صار واضح، احنا حكينا وخلصنا. قلت ما ضلش حكي فعلا، احيانا يعني قدام الموت اللي عم نشوفه، هالاجرام اللي عم نشوفه، هالمحرقة المفتوحة اللي عم نشوفها، ما ضلش حكي. بس نحن نطلب منك ضلك تقدم عبر فنك، عبر شيء، عبر صوتك، يعني هالمظلومية للعالم، على أمل أنه يصحى العالم ويتحرك وينصركم وينصر أهل غزة. شكراً لك حمادة.